بسم الله الرحمن الرحيم. محافظة أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي وانضمامها إلى محافظتي ديقار وميسان، حيث أعلنت محافظة بابل تعطيلها للدوام الرسمي ليوم الأحد المصادف 17/11/2019. وبهاي الحالة صار عندنا 3 محافظات هي أعطت مجالس محافظاتها تعطيل الدوام رسميا، هي ديقار ميسان وبابل. باقي المحافظات حاليا المتظاهرين هم جاي يسدون المدارس ويقررون عصيان مدني وإغلاق المدارس بأمر الشعب. ماكو دوام ماكو وطن، هذا هو شعارهم.